دي حكايه دي تحكي بالرسمي ولا شو؟ ولا نحكي بالرسمي، نحكي بالرسمي مش ما عندها 10 13 سنه طاحت في الماء على خاطر مفتاح بيت. مفتاح بيت، مفتاح نتاع بيت، مفتاح نتاع بيت. اه هات المفتاح. لا مش هات المفتاح. ما تقوليش انت ما عملت حتى شيء، قعدت ساكت. شو عملت؟ وقت اللي ثبتك وعملت وعملت والله لا عملت شيء. لا ضربتها لا والله لا مسيتها ولا ضربتها ولا كلمتها حتى كلمه. باه مشيت لضربه. مشيت لضربه؟ ايه قعدت 15 يوم. ما قلت لها شخرج انت؟ لا. باه قعدت 15 يوم. كلمتش مرتك؟ كلمتهاش. عليه؟ ما كلمتهاش. قول لي عليه. ما كلمتهاش. لا عليه؟ لا ما كلمتهاش. عليه؟ ما كلمتهاش. لقد قلت في شقة دون السماع. لا ما انا ما كلمتهاش. ما كلمتهاش. راسك صحيح شوي انت. لا لا ما كلمتهاش. انا اللي فهمته توا. راسك صحيح شوي. ما عندها ما تسلمش بالسيف. انا ما كلمتهاش. عليه؟ ما كلمتهاش. الله غالب. الله غالب ما كلمتهاش. يا ودي علاش؟ ما كلمتهاش. ما فماش حتى سبب برا. اما ما كلمتهاش. فهمت؟ باهي باش نبدل لك السؤال. شنو هو الشيء اللي خلاك ما تهزش التليفون ولا تمشي لدار نسيبك تفهم من عند مرتك يا ريكتو شنو الحكي؟ خاطرني ما تقوليش ما كلمتهاش. خاطرني ما خرجتهاش. ما خرجتهاش. بدلها. خاطرني ما خرجتهاش من الدار. حاولتش تستخبر منها وتمشي لها وتكلمها وتقول لها عن طريق حد داخل؟ لا. لا شنو؟ لا ما حاولتش. ما حاولتش. ما حاولتش. معناتها مشيت قعدت ركشت على روحك انت. قعدت على روحي. ماك تحبها وتموت عليها؟ نحبها. جات في مفتاح يا رسول الله. جا بعث لي واحد صاحبه. لا شكون الواحد وشكون صاحبه؟ صاحبه نجار. اي قال لي ما انا نقول له يجي نتفاهم. قلت له ابعث المفتاح تو نتفاهم. يا والله حوال. قلت له ابعث المفتاح تو نتفاهموا. تو تحكي بالحق؟ والله نحكي بجد. الحكايه كلها على مفتاح. والله هذا الكل اللي كان على مفتاح. يا ودي بعثلكش المفتاح. ما بعثش. شنو ما يا ودي طلعتوها الباب وجات امك ودخلت وفك علينا بالمفتاح. كي جاب عبد المنفذ بعد 15 يوم جاب عبد المنفذ والكوامن وعبد دمش. باش دارك؟ هاي عبد دمش الكل. عبد دمش الكل خيط لبره ما خلتوش. وانت وين؟ واني في الدار. هي تقول نتاعي وانا نقول هز 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 ما تخلي شيء هز الكل نتاعك الكل نتاعي هز. اي حسيتك ما حسيتش للصلح انت في الوقت هذاك؟ اي في الوقت هذاك سي للتوب. سي للتوب. الغش سيطر عليك. الغش يعطيك صح. خاطر امك في الحكايه. اي بالضبط. اما 10 13 سنه في جره هالمفتاح والمراه ما تحبش تعطي هالمفتاح فما ان والله لا فما شيء. والله والله ولا امك جات للدار ولا ما جاتش؟ نعم. امك جات ولا ما جاتش؟ بعد ما خرجت بعد ما طلقت بعد ما خرجت. لا 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 قبل وهي جات عبات البشعة عن طريق عادل المنفذ. امك دخلت للدار للبيت هذه؟ ما دخلتش. هي حلتوا البيت. هي حلتوا بيدها المفتاح. البيت حلتها بيدها البيت. شكوت. المرأة شو معناتها حلتها بيدها؟ حلتها بيدها المفتاح عندها. يا ولدي ماكش فاهمني. المشكلة مش في المفتاح اللي يحل البيت. هذه البيت أمك ما عندهاش وين تقعد. بوك يحب يحطها في البيت. حلوها البيت مش تدز البيت تو يتحل. لا احنا ما حبيناش المشاكل. خاطر مازال فيها شوية دبش. شنو هي الدبش؟ الدبش فما هي تعطيني هي. فما مازال اش فما؟ مازال بوفي وبعض الدبش صوف أكاو. ايش المشكلة؟ حاجة 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 معناها قليلة حاجة قليلة مش فماش برشا. ايه فهمت؟ بحب الشايب البابا ما حبش المشاكل قال تجيب المفتاح نحلوها بالمفتاح على المفتاح تمشي كان بالمفتاح تتحل ذي كان بالمفتاح يعني تمام واني فرض عليه كان بالمفتاح البيت ما تتحل كان بالمفتاح ما انت ما تتحلش من غير مفتاح ما تتحلش من غير مفتاح نجم احنا نخلعها وندخل ونرمى في ما يبيش تتفضل حكايه تولي امر واقع على الاقل مرتك ترجع وتصالحوا امك مرتك وبوك وابوها وينتهي الموضوع هيك علاش قصدي البيت ماهيش مختصره في المفتاح. اي اي فهمت؟ اي انت ما حبيش توجع مرتك. انا ما حبيش نوجع مرتي ولا بابا. كلمتهاش لا ما كلمتهاش. ما هي صار من بعد؟ حلفت طلقتها. حلفت؟ حلفت طلقتها. في جرة المفتاح. في جرة المفتاح. سمعتوا الكلام وكذا وكي جات طلعت حسيت روحك حسيت روحك ندمت كي نهار طلعت الدبش نهار طلعت الدبش قلت له حاشاك سكر فمك باللونجلي
عليه بالانجليزي. نعرف انا نعرف اني بالانجليزي. لا اش قلت له ثبت معايا. بالك مش شتاب. قلت له شتاب بالانجليزي ما نعرفهاش انا بالانجليزي. بالك شي مش شتاب. يا ولدي ما نعرفهاش بالانجليزي كيف. وعليه بالانجليزي قالت. نعرف عليها هذه. خي تحكي بالانجليزي مرتك؟ ما يقاري شوي. ما لقيتو شا. ايوا. قاري شوي. كي جات ما انا خرج هزت طلعوا الدبش قالت له من نمرسك تحت رجليا. لشكون؟ للبابا. البوك. اي البابا. معناتها سمعتو الكلام. اي سمعتو الكلام. والوقت هذاك حلفت باش نطلقها. فهمت؟ طلقتها انشاء ولا؟ طلقتها انشاء. فالعام؟ 2012. عام ناول؟ اي عام ناول. طلقت؟ اي عندها توا اربع شهور من الطلق. انت علاش جيتني اليوم؟ انا جيت باش نصالح معاها. باش ترجعها؟ باش ترجعها. ما لا ندم. بالطبيعه. ندم على شنو؟ هاك مقتنع انت من قبيله. حسيتك مقتنع. شو عطلاقة؟ مقتنع عطلاقة؟ اي من بعد ما قلت لك حلفت باش نطلقها طلقتها. ومن بعد رجع لي انا مش مرتاح. فاش حسيت روحك غلط؟ مش مرتاح نحبها. تحبها؟ نحبها. ما نجمش تعيش من غيرها. ما نجمش نعيش من غيرها. وبابا الجمعة اللي فاتت قلت له اسمع قال لي شنو؟ قلت له تعرف ما فماش هي. ما فماش هي. ما فماش غيرها. اما المشكلة توا مش في المفتاح ولا وزوز. اي زوز مفتح. لا انت طلقت على خطر المفتاح نتاع البيت ما 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 ما, ما تحلتش البيت. توا فما مفتاح اخر ثاني. المفتاح الاخر معناها ما بين بابا و لا قلب مرتك. اي يلزمو يتحل بالمفتاح. تحل بالمفتاح. والمفتاح عندك انت. نحل الاول. ترضى زعما ولا ما ترضاش؟ ان شاء الله ترضى. انت وشطارتك عاد كيفاش باش تدور المفتاح وكيفاش تنجم تدخل قلب مرتك ما نعرفش من جديد من غير تصعصية. لا 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 من غير ما تحلف. لا لا من غير ما نحلف. من غير ما تحلف. من غير ما نحلف. خاطر انت طلقت مرتك بحلفه وهذا مش معقول حتى ولو هي الغالب غش. حتى ولو هي غلط. غش حتى ولو هي غلط. هي وين هي مازلت في دربها؟ مازلت في دربها قاعد تسال على اخبارها. حكيتوا مع بعضكم النهار اللي طلقتوا ولا؟ لا عليه؟ ما حكيناش. كلمتهاش؟ ما كلمتهاش. وعليه؟ ما كلمتهاش. وعلاش؟ خايف من ما تي الجمعة اللي فاتت با تكلمني قال لي ابعد عليها ابعد عليها انسى انت انسى انت انسى انت انسى. عليه انت كيفاش ما تفكرها؟ كلمتوا عليها؟ مشيت العرس في حومتهم. اي احكي لي. مشيت العرس في حومتهم. لقيتها في العرس؟ ما لقيتهاش. ما لهاش زين المشكل. انا لقيتها. انت مشيت سامعني انت مشيت تقانس فيها غادي؟ لا. وجارهم استدعاني. باه؟ جار مرت. حبيبات انا وياه. باه؟ استدعاني مشيت. هي ما قلت في مخك ما فيها باس مالكش نشوفها. لا والله لا. انت ما شفتهاش معاك؟ والله نسمع. باه مشيت للعرس. مشيت للعرس. شافني باها وخاها. هي غادي ولا؟ لا مش غادي. اه؟ من غدوه تلفل لي باها قال لي ابعد عليها انت ابعد عليها انت. وين هي باش تبعد عليها؟ ما نعرف عليها هي في دارهم ولا وين. معناتها اللي فهمته انك ما شفتهاش من نهار اللي طلقتها وما كلمتهاش. وين شفتها؟ شفتها مروحه من المعمل. وقتاش؟ لا من المعمل في رمضان؟ لا لا بالصدفه ولا؟ يا ودي امس السبت شفتها مروحه بالصدفه. ما انا عندي مرت خالي توفات في الشارع هذاك. الله يرحمها وينعم. في الشارع هذاك هي مروحه واني قاعد ما انا على كرسي. شفتك؟ اي شفتني. قلبك راهو طب 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 شفتني. اما باش اما باش تغزر لي. علاش ما باش تغزر لي؟ ما نعرفش علاش. غضبتك انت بحكي. كلمتها وقتها؟ كلمت تشبي؟ كلمت؟ لا ما كلمتهاش. اي كلمتها. علاش ما كلمتهاش؟ لا انا ما نحبش نكلمها خاطر مش يمشي تحكي لباها وباها مش يبدا معناها. وانت عندك ثقة الليلة انها ممكن ترجع لك؟ ان شاء الله. انت علاش جيت انت؟ اني جيت باش نصالح ما بيني وبينها. ونتسامحوا الناس كل زوز عائلات. زوز عائلات. زوز عائلات نتسامحوا. وتعاودوا تكتبوا صدق وتعرفوا. ونعاودوا نكتبوا صدق على كل ان شاء الله الليله ان شاء الله الليله نتمكنوا من انه مرتك تكون موجوده الليله بعدنا في برنامج عندي ما نقول لك. ان شاء الله. الليله سي حسين جاء البرنامج عندي ما نقول لك يحب يرجع مرته 13 سنه 10 صار طلاق على خاطر في جره مفتاح نتاع بيت بوه حب امه تحل البيت وتقعد فيها.
على الاقل تكون على عينين العائله وبحذاه ومش بشرط يمشي يتلاقى بها هو، لا فقط ينجموا يتلاقوا بها اخواته. على كل مرته ما حبش تعطي المفتاح، طلق مرته في جره المفتاح. الليله جاء البرنامج عندي ما نقول لك، يحب يرجعها بعد 13 سنه عشره. هل يتمكن الليله سي حسين من انه يرجع مرته في برنامج عندي ما نقول لك؟ اللحظات الحاسمه مع الاستوديو الفرع الثاني. مساء الخير. مساء الخير. اشكون بحذاك سيدي في الاستوديو؟ بحذايا مدام. مرحبا بك هند. مرحبا بك مدام. منين جيت انت؟ من زرمدي. وليت منستير. ايه معرسه انت ولا؟ كنت معرسه ومطلقه. قداش عمرك؟ 34. باهي، ثم شكون مستضيف عندي ما نقول لك؟ تاب تشوف معايا. هاي تفضل. مرحبا بك. تتفرج فينا ولا؟ ايه. ما كنتش تتصور روحك نهار من النهارات باش تكون لهنا؟ بالكل. بالكل. زعما شكون تنجم تكون استدعاتك الليله والا استدعاك في برنامج عندي ما قلت؟ عندكش فكره الساعه؟ باش نقدم لك ثلاثه مؤشرات وقل لي يزي، اذا كان بدي تفهم قل لي يزي. شوف معايا المؤشر رقم واحد لعله يقرب لك. طب. يا مدام هند، يقولوا عشرة زمان ما ينساها انسان. عشرة الزمان ما ينساها انسان. تعاشر انت ولا؟ انت مرأة تعاشر ولا ما تعاشرش؟ ايه. تربي الكبده ما انت على حد. على اقل حاجه ولا اي حاجه. على اقل حاجه ولا اي حاجه. باهي نزيدك المؤشر رقم اثنين. طب. يا مدام هند، بكلمه حلوه وكلمتين يتنسى خلاف السنين. بكلمه حلوه وكلمتين يتنسى خلاف السنين. مش ديما الكلام الحلو ينسى. انت تاثر فيك الكلمه الحلوه والا ما تاثرش فيك؟ كانت تاثر فيا تو ما عادش تاثر فيا. شكون خلف هذا الستار اللي استدعتك او استدعاك الليله في برنامج عندي ما نقولك؟ عندك فكره ولا ما عندكش؟ اللي كان راجلي قبل. شوف معايا، شكك في محله والا لا؟ علاش استدعى؟ شكك في محله. زوجك السابق علاش استدعاك؟ تحب نحكي لك الحكايه كيما حكاها لي هو والا نمر مباشره علاش استدعاك ديريكتومون؟ احكي لك. نحكي لك الحكايه كيما حكاها لي هو. قال لي نهار من نهارات في شهر رمضان 13 سنه التالي، متعدي بالموتور نمشي على روحي في زرمدين، نلقى مراه متعدي ريتها عجبتني. فكرت النهار هذاك ولا؟ انت تفكرتوا ولا ما تفكرتوش؟ انا ما تفكروش خاطر انا ما ريتوش. انت ما ريتوش، اما هو راك. انا سالته قلت له صايم ولا فطر؟ قال لي صايم. ما مش مشكل، المهم انت عجبته. لا فقط للتذكير معناتها، المهم انت عجبته، مش خطبك من عند بوك امك، قبلت حبك حبيته، عشتوا 11 سنه مع بعضكم كي الزيت فوق الماء، رغم اللي ما نجمتوش تجيبوا صغار. انا الله غالب حكم ربي هذاك ما وصى. هو قال ما عمرها ما قلقتني الحكايه هذيا، وانا حاجتي بمرتي، وانا الحكايه هذيا زادت قربتني منها وخلتني معناتها نحبها اكثر، وخلي ما عمري ما تخليت عليه الا نهارت هالمفتاح هذا. هالمفتاح هو اللي بلبز الدنيا الكل. امه بوه جاء قال له خليها، اعطيها مفتاح للبيت، خلي تقعد غاديك باش يتلاقوا بها ولا ما نعرفش درا شنو. انت قلت هذا ربي وهذا عباده ما نعطيش المفتاح. به تغششت وتنرفزت، قلت له يا ولدي ضربتها؟ قال لي لا. سبيتها وقلت لها؟ قال لي لا. قال لي في الاخر سبت بابا وعملت فيه ودرا شنو ودرا شنو. قال وقتها انا حلفت باش نطلقها. المهم جاني اليوم نادم، قال لي لا نحب نرجع مرتي، ومرتي نحبها، وقال لي من غيرها هي انا ما نجمش نعيش وما نجم نعمل حد شيء. الكلام هذا صحيح ولا غلط؟ فيه صحيح فيه الغلط. شنو هو الغلط؟ الغلط اني اول ما عرست، احنا عرسنا في البيت هذيا دار شركه، احنا
اخواته الاربعه كل واحد عنده بارتي في الدار، كلهم ثلاثه صالات اللي اني بتبرك، وكلنا عطينا نومرو يعني دون لعنة. ثم اللي يحب يطلع يتوسع يبني نومرو، مش مشكله. ايه اما كل حد في مفتاحه، عنده مفتاحه في بيته. انت مادام شنو هي المشكله في انه امه تجي تقعد في البيت؟ لا لا، عندها بيتها، اعطتها لولدها الكبير بيتها. واني عندي دار بديت قبل ما يعني هو لقاه بينها من قبل الدار. مش الكل صبه كما نقولوا صبه. خليني من الجزئيه. ايه لا لا، هذاك هو علاش ما هو على المفتاح، واللي مش نحكي كيفاش وصلنا احنا للحكايه هذه. كيفاش مفتاح نتاع بيت يدمر عائله؟ اصبر لي عاد. طلعوني من البيت هذيك، قالوا لي اطلع معاش. هي ما عادش عندك بيت اخرى ولا؟ كلهم عندهم مش كناني. انت ماك كلهم عندهم. انت مادام خرجت من بيت باش مشيت للدار توسعت، وثانيا الدار هذه استنى عاد، الدار هذه اعطاها له ابوه. ايه تيبوه معناتها واحد يقول يزيد فضله نسيبي، والمراه هذيك اللي باش يحطوها في البيت واحد يقول يزيد فضلها، هذا كل من خيرهم. لا هو قال لك ماشي دارك هذيك زاد، هو طلعوني منها. شكون اللي طلعك منها؟ هو ابوه مكنه وهو طلعني. طلعوني من ايه؟ من الدار الاولى ومن الدار الثانيه. الدار الثانيه كيفاش طلعوك منها؟ انت خرجت وحدك جبت عند بنفذ وزيد دبش. يعني طلعت وحدي. هو قال مش هو قال. استنى قبل ما نبدا اي حاجه، قبل ما نبدا اي نكمل معاه. لا بدون شروط. لا لا، لا مش مش نساله سؤالات هو يجاوب. ايوه هو باش نحكيه صح. باهي قول له. تفضل اهو انا كلمه انت كلمه. ها هو قدامك. الدار اللي ساكنين فيها الدار الثانيه، بنات هاني معاك ولا؟ شكون طلعك منها؟ قلت لك الدار بنات اني معاك ولا؟ شكون طلعك منها؟ قولوا جاوبني بنات ولا شكون طلعك؟ لا باش يقعد يعاود راه حتى انا خبيرك عمليات يشد جمله ونسي. جاوبنا على سؤالك قبل ما نكمل معاك. جاوبنا على شكون طلعك من الدار؟ شكون طلعك؟ يا بنتي طبلنت في شكون طلعك تو. شكون طلعك من الدار؟ انت طلعتني من الدار. طلعتكش انا. احلف. ما طلعتكش. احلف ما قلتش. والله لا طلعتك. والله لا طلعتك. مش توا هو بدا هيك يكذب، مش نكمل نكمل معاه هنا. يا مدام كلمه هو تكلم فيه انا يا اخي كلمه. يا اخي هاك تشوف هو بدا بالكذب، مش نكمل انا نكذب. لا لا ما نكذبش انا. باهي الدار اللي قلت انت انا طلعت منها، شكون اللي بناها؟ بانيها انا وياك ولا؟ بانين انا وياك، وشكون طلعك منها؟ اللهم صل على النبي. شكون طلعك منها الدار؟ انت طلعتني منها يا اخي. طلعتكش انا. يا اخي بهيش من انا طلعت وحدي تكون هيك قاعده في دار نهز روحي ونطلع. لا ما طلعتكش انا. تي شنو اللي صار؟ كيما طلعتيش؟ بوك طلعك بوك. شكون؟ بوك هو اللي طلعك من الدار. ما طلعتكش انا من الدار. تو هو كي قال لي اطلع معاش حاجتي بيك في الدار. لا مصحي. انا مش نكلم بابا يجي يهزني ولا نطلع وحدي في 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 الليل ولا شنو يا اخي؟ لا ما طلعتش في الليل، في الليل بيتها في دارك امورك واضحه. ولدي ولدي ثلاث شهور هي خليته معايا باش نطلع به في في الليل، ولدي ولدي ثلاث شهور وفي منطقه ريفيه. يا ودي انت اني الصباح خليتك في دارك، خليتك راقده في دارك. وما طلعتكش انا. قلت لي اطلع معاش حاجتي بيك نطلع في الليل. لا لا ما طلعتش في الليل، اطلع في الصباح. لا لا مش صحيح. مش صحيح. اللهم صل على النبي. الف مره ولا يلزم، مش صحيح. عمي ما قالكش ريض واقعد رايضه. مرت عمي ما قالتلكش اقعد رايضه، ريض وصلي على النبي. انت الصباح ما انا هزيت الطفل ومشيت. ايه قالوا لي انا طفل، انا طفل. هزيت الطفل ومشيت. ولدك ما تجيبش صغار. ما نجيبش صغار، وخذيت وليد. استبنيت وليد. عند خويا عطاني خويا هذاك المشكل الكل. علاش المفتاح؟ خاطر بوه قال له جايبه ولد الناس مش يورثنا، طلعوني من الدار. جبت ما جبتش انت طلعوني من الدار. ما جبتليش عليها. لا 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 ما صحيح. والله شنو هو الصحيح؟ شنو هو الصحيح؟ اي شنو هو الصحيح؟ يا سي علاء قال لي الطفل قال لي مرحبا به في اي وقت. مرحبا بي في اي وقت. والحديث هذا ماهوش صحيح. اعذر كي خذت لي وليد صبح الكل ما يكلمونيش. لا لا مش صحيح. يا شكون اللي ما جاكش؟ شكون اللي ما جاكش؟ شكون اللي ما جاكش؟ جاتني امك وبالسيف جاتني. شكون؟ لا 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 شكون اللي ما جاكش؟ شكون؟ الكل اللي ما جاونيش ما يعرفوش. شكون؟ لا لا جاوك. جاوك وباركوا لك. والله شيء الناس اللي الا بابا برك، الا بابا برك ما جاكش هكا هو بس. الا بابا برك واخواتي الاولاد ما جاوكش بس. اما الاخرين البنات الكل جاوك وباركولك. انا ذول الحكايه تافهه طلقتوا عليها. هو طلقني راهو، مش هو طلقني طلاق انشا مشني اني. انا رضيت بالهم والهم ما رضاش بيا. هما ذلونا على خاطر ما نجيبش صغار. لا مش صحيح. مش صحيح. باهي. ما علاش طلقتني؟ قول لي انا علاش طلقتني؟ كلمه انت قول له. علاش طلقتني مالا انت؟ اني طلقتك خاطر المفتاح وسبيت لي وسبيت وتقبحت. مالا توا اني كي انا قبيحه وسبيت لو رددني. ها؟ لو مش تراجعني. خاطرني نحبك يا لاله وحاجتي بيك.
يصفق انظر له انظر له انظر له انظر له. أما اسمع اسمع بيناتنا بيناتنا عجبتني يا بي. ما يصفقش هكا هكا بالقويبة. اللي يحب ما يعملش هكا. قتلك اللي يحب ما يعملش هكا. لا لا يعمل أكثر من هكا ونحبك ونموت عليك. أنا كرهتك ما عادش عيني فيك. نعم؟ أنا كرهتك ما عادش عيني فيك. شكون؟ يعني أنت مستحيل. مستحيل. أنا يزيني ما عانيت ويزيني ما تذليت في وسطهم. لا 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 مستحيل. لا لا مستحيل. يعني نكون عندي زوج ديار نطلع من الديار. لا 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 مش صحيح مش صحيح. على حاجة ربي خاطرني ما نجيبش صغار. لا لا مش صحيح. كان جات واحدة أخرى في بلاصتي. مش صحيح مش صحيح. قول لنا شنو هو الصحيح يا حسين. مش صحيح. مش على خاطر الصغار. يزي من يزي من اللعب نتاعك ويزي من الحس نتاعك وما نقولكش راني تكذب ما نقولهالكش تكذب يزي من الحس نتاعك وماش على خاطر الصغار وشكون انا شكون راضي بيك انا راضي بيك مالها وبوك ما كان كنت طلعت يهمك فيه بابا يا اخي الدار هي الدار اللي بنيناها بابا شي بابا ما يهمكش فيه بابا ما يهمكش فيه قلت لك انا ايش قلت لك يعني قلت لك يا هند هذاك مغرفتنا ايش هزت واني راضي بيك قلت لك هذايا اني راضي بيك وهذيك مغرفتنا ايش هزت وكان مت أني قبلك تدفني وكان مت أنت قبلي ندفنك ونقعد وكاك أنا ما عادش نجم نعيش بلا بيك زرمدين 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 اسمع اسمع زرمدين معبية 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 بالبنات والبنات أكثر من رجال ما عادش حاجة بحط عاد كان بيك أنت شوف أنا ما عادش نجم نصدق وخاطر يا هند دقيقة دقيقة خنكلمك لأن هذا يحفظته وسمعته قداش من مره وعديته 12 عام واني نسمع فيه وعلى غير فايده الكبير يذلني نسمع ونسكت يذلني يا هند 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 استنى كان جات مشكلته على الصغار ولا لانه طلقك خاطر انت ما تجيبش الصغار قطع عاد ما يجيش اليوم البرنامج عندي ما نقول لك خاطر سيئ استنى عاد استنى ما يجيش اليوم البرنامج عندي ما نقول لك ويجيبك على خاطر ويجيبك باش يرجعك اون بليس كان ينجم ياخذ مرة اخرى ويجيب منها صغار يا مدام استنى لا هو مش هو مش يحب ياخذ هو جاي يحبك انت اسمعني اسمعني لا خاطر ما فماش شكون اللي رضت بيه ويعرفوا طبيعته هكا علاش لا ما تقولش هكا اسمعني اسمعني نقول لك علاش ما تقولش هكا انا يظهر لي نيته طيبه انا يظهر لي يظهر لك انت قداش شريته انا 12 لا انا لا انا عندي خبره اسمع اسالها اسالها أنا يعني راني نخدم في السيزون تاع الصيف نخدم في العراس. اش تخدم؟ عيساوية. تغني؟ أي نعم والديار اللي نخدم في عراسهم معبية بالبنات وبالنساء. يغزل فيها توا. معبية بالبنات. ربي يسهل لك تلقى بنت الحلال اللي تجيب لك لا 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 أنت 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 وبس أنت وبس. ما دامك لو واحد أنت وبس. هاي سمعنا موال هاي مدام لوحتني مدام لوحتني مرة زايد ما عادش يا هند يا هند تي بشوية هند اش بك مسكرت هند تي بشوية بعتالي اسمعوا كي يغني اسمعوا كي يغني وكي يشتح ويعمل اللي يحب بعتالي يزدع زادة دبر راسه بعتالي انت وياه دبر لا لا باش يغني ليك انت هو تو ما حشتيش باش يغني هاي هاي خليني نسمعوا هنا على الاقل اسمعوا انت من بعد لا لا تو هاي حسين عشقة عذبت قلبي عشقة عذبت قلبي كمل ايه كمل يا ودي كمل هكا هو هكا هو قال لك عشاقه وعذبتي قليبي في حبك الرجل يقدر يقطر بالدم القلب قلبه يقطر بالدم يا مدام على خاطرك مش يرتبي شو قلبه ما يبراش من غيرك ما يبراش أكثر شيء منها؟ إيه قلبي مات تاني صحيح ما عادش ما هو نحييه يا مدام لا ما يحيش ها تو يحييه لا 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 هاي يحسون هاي يحسون مرتاح قلبه عنده شنو تو؟ هاي تعرف كيفاش اسمع هاي نروحوا هاي نروحوا ونروحوا نهزوك الوليد في دينا فهمت ونربيوه ما بيناتنا وانت تحبه واني نحبك واني نحبك اكثر من الناس الكل حاجه اخرى نقول لك حاجه اخرى شفت هو تو الدار اللي ساكن فيها طلعوني منها اني قاعده شنو طلباتك انت مدام بالله انت مشكلتك في الدار خلينا نكلمك الدار الكريدي اللي على راسي اني نخلص فيه هو ساكن في الدار ما باش حتى يخلص معي تو عام تو يخلص يا ودي خلص كريدي مش على خلص مش على خلص بهد شني شروطي الدار تتسمع شطاره ليا وليه ونرجع كل عاد ما عنديش دار وش خاصك لو كان عندي شفت تو قال ما عادش عندي دار وش خاصك لو كان عندي دار
لو كان خاصك لو كان عندي دار نسمح لك الكل نتبه لك الكل او قدام الجمهور هما عندوش ها قدام الجمهور بنتها انا شنيه وكان عندي دار نتبه لك الكل باهي استنى نتبه لك الكل باهي لا بشوى يا حسين نعم انت عندك دار باسمك ولا لا ما عندوش دار باسمه ما عندوش دار باسمه لا حتى حد ما عنده دار باسمه هو حتى اخواته الاخرين معطينا الكل بالكلمه والكلهم عندهم الصغار ايش رايك في الصداق اللي باش تكتبوه واللي احنا تو نحضروا فيه تحطوا الاشتراك في الملكيه انا عندي الاشتراك في الملكيه تو الصداق اللي كتبناه فيه الاشتراك في الملكيه وهك على شو ما عندوش ما عنده حد شي ما شنو دار اللي بنيتها هني وياه شنو هي شنو هي الدار اللي بنيتها هي وياك سنه سنه ارجع الكل والدار الكل ليك ها ارجع والدار الكل ليك هاو قال لك ارجع والدار الكل ليك الدار الكل ليك الكلام في الفارغ من حبي لا مش بالفعل 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 كيفاش بالفعل تتسمع الدار دار الكل ليك تتسمع الدار قول شو معناتها تتسمع على شطاره انا وياه الدار اي تتسمعها شطاره انت وياها ما عندها ما عنديش دار باش لو كان اسمعني اسمعني توا فاهمني عندك دار باسمك ولا لا ما عنديش هو ما عندوش والله هو ما عندوش علاش يقول لي ابني تو ابوها عطينا الارض احنا بنينا انت بنيت دفعت انا شنو دفعت بعد ذهبي تسلفت اي زاد مش معقول امراه باعت ذهبها وبريتها معك زاد على الاقل ضمن لها حقها هيك ولا اي معقول لا معقول ارجع الدار كله اي كيفاش كيفاش ارجع الدار كله ما عنديش دار دقيقه يا هند كيفاش الدار كله ترجع معايا اي ترجع معايا نهار اللي مش يكتب بالبابا الديار الكل الدار له نهار اللي قتلني اني لا مش صحيح ما عندها حق زاد هي لا مش صحيح لا مش صحيح طلعوني تعرف طلعوني من الدار الاخرى وزاد طلعوني من الدار هذه ولا لا ما طلعك حد تعرف علاش انا جبت مش طلب عاد منفذ مش طلع دبشي بعثت على تبديل ولدي بوه اللي جاو في بلاصته يقول ما عندها حتى شيء عنا عجيب ما جبتش بوك وهزيت شنو تسير اسمع اسمع وقت العروكات يا هند يا هند يا هند راجل كبير بوه اسمع انت راجل كبير ما تاخذش عليه طيب سمعت بابا الكلاب اني من انسى لا ما قالش يا بنتي ما قالش انا غلطت ما قالش احترمت البوك ما احترمه حد ما هاك سمعتوا انت الكلام لا ما سمعتوش الكلام وفات سيدي عندها عام الحكايه اسكت انت تي بشويه تي بشويه بشويه باه اضمن لها حقيقها يا اخوي صحيت من حق انا تو ما عنديش انا شو انا ما عنديش دار تو اسعى عليه ما نخلص فيها انا كريدي على قلبي شنو ولي تخلص فيه كريدي هي وهو ساكن فيها الدار وانت ساكن فيها ما لاباس ترى شو الكريدي بعث لي بوه تعرف ايش قال لي جيبي تراكس ويجهز البيت وما عادش حاجه كبيره شو الكريدي دقيقه يا حسين يا حسين لحظه طبعني يا حسين ماني عايش نعم يا حسين المراه دفعت من جيبها ومن وقتها ومن مالها يا خويا عندها حق في الدار هذه والتوا تخلص في الكريدي من حقها المراه باش حقها يتضمن صراحة ما دام شركتك فيها وبنت معاك انا ذب لبات انا ذب لبات نقولوا انا ذب ذب نقولوا شنو ذب لبات شنو ذب لبات اسمعني 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 ما تفرعش يا حسين لا مش مفرعش فيها مش مفرعش فيها هو ضربه هو يهز بي يا زاد انا لا يديه ولا عينيه لا مش الفرنسا وسع بالك يا مدام بشويه يا حسين يا يجيب بصراحه ويكلم الصدق يا ماشي نجم نكمل نتحدث يا حسين خليك صادق من الاخر مدامك حاجتك بالمراه هذه وهذه عشيرتك وحبيبتك عندها 13 سنه ها هاي وضح لها الامور يا اخويا مدام دفعت معاك وتعبت معاك وقفت معاك اظن لها حقيقها انت وياك هي مش طالبه باش تكتب لها ليه سامحني علاش من دون اخواتي الكل عندهم ديار لنا ولنا علاش كان انا يطلعوا علاش كان هي مسكينه لا مش كان انت مش هتطلع بكلهم مش هتطلعوا طلعوني كان انا ما نحبش على خاطر هي ما تجيبش صغار مسكينه لا والله لا يكتبوا لها لا يعطيوها لا يعملوا لها علاش زاد حرام ما قالش ربي هكا لا والله هذه حاجه ربي هذه تعرف احمد ايش تقول لي ابدا انت برمشي طلق انت هو اللي شد فيك برمشي ابدا طلق انت يقول اني ما دام هو ما لوحنيش اني ما نجاش نلوحه لا هو لوحني قال لي اطلع لي نهار اللي يقول لي اطلع لي يضرب في الباب ولدي في حضني روحه من الخدمه قال لي اطلع لي قلت له شنو معناها اطلع لي قال لي اطلع ما عادش حاجتي بك يا تعطي مفتاح بيتك البابا يا ما عادش حاجتي بك قلت له باهي نعطيه المفتاح اليوم الثلاثه قلت له باهي اليوم الثلاثه نهار السبت نروح بكري من الخدمه نخمل البيت خليني طلبت بالله خنكمل انا قلت نكمل لم دبشي ونعطيه بوك المفتاح وما يسالش قلت له اما شكون يضمن لي اللي كيما طلعتني من الدار الاولى طلعوني من الدار الثانيه قال لي كان مش تعطي المفتاح تو ما كانش اطلع معاه حاجتي قلت مثبت روحه قال لي مثبت لا مش صحيح باهي خليني من هذا يا هند يا حسين هذايا كل تعدى يا ولادي بشويه وخلينا نحكي معكم كل هذايا كل نساوي الماضي كل نساوي
توا حسين نعم. كيفاش تضمن لي حق المراه هذه ترجع لك تدفع؟ ما عنديش توا ما عنديش ما عندي شيء راه يكلم بوك يكتب لك اخويا كيما كاتب لخويا. ما عندي شيء توا انا نتكلم حوش كاتب باهي باش كيفاش تحب يضمن ما طلعهمش هاك باش ترجع ارجع مع راسي باش ترجع يكتب للناس الكل باهي كي يمشي يقولش فيني نكتب كان لها يكتب للناس الكل يا هو ما كتبش لحتى واحد ما كتبش لحتى واحد ما طلع حتى واحد كناني طلعني بس شويه عاد تي توا ما نجموش زاد نورثوا الراجل وعينه حيه توا يا هند ما كتبش باهي اني وخسارتي باهي ما نورثوش الراجل وحي هذاك ارجع لدارك وارجع الراجل لا 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 باهي ما نورثوش الراجل وعينه حي هون ولده عنده وهون الدار عنده يعطيوني اللي خسرته اني ديجا مطلقه إيه تو الراجل يحب يرجع باهي ما عادش نحصل لهم ما عادش نحصل لهم إيش كيفاش ما عادش تعطي فيهم الامان ما عادش تعطي باهي كيفاش الطريق كيفاش الطريق اذا كان يحبني نرجع له يسمع الدار اللي بنيناها احنا شطاره اني وياه ما قالك ما عنديش انا ملك ما يملكش الراجل ما كتبلوش تما انا خسرته اني يمشي يذيع في الخليها كاكا اخويا يكتب لك استنى 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 لحظه 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 يا اخويا استعرف لها باللي خسرته يا ودي ما نستعرف لها اما ما عنديش ما عنديش دار يزي يصلي على النبي مع غير ما خاطر ياسر عديت ياسر وذليت في وسطهم ياسر هذا يقول لك لا لا مش صحيح لا 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 مش صحيح لا لا مش صحيح يا مدام ما تحسبيش فلوس مش صحيح انا مش نحسبها فلوس ما تحسبيش فلوس هما حاسبينها فلوس خلوني نحسبها انت اللي حاسبتها فلوس انتم حاسبينها فلوس لا يا ولدي يسكت يا حسين انت تتكلم انت تزيد تهلكها الدنيا القى حل المعضله هذه المراه دفعت معاك وعطات من عندها كيفاش تضمن لها حق ترجع معاك تو تدسوي نضمن لها فلوس باهي مدام اما اسي عليها اسمعني اسمعني نضمن لها نضمن لها وقت اللي بابي يسمعنا ننزل على شطر الدار نكتبه ولا لا هي ونقتلها كل كيما يسمعكم شبوك نعم كيما يعطيكش شنو يعطيني ونعرف بابا باهي نقول الله لا يقدر ما تعرفش عليه الموت عند شكو رجعني ما فما حتى شيء مسمع واني باني وتاعبه وشاقي الله لا يقدر الله لا يقدر ما تعرفش الموت عند شكون مات هو شكون يضمن يا مدام اللي قلت لك الله لا يضمن الواحد يخدمها ولا يا مدام باهي اسمعني توا راجل جاي شريك ما يطلعك حد مدام لا لا هكايا ما نحبكش تحكي ما يطلعك حد مدام لا اغدر خلوني نحسبها من خليني من الدار خليني من الدار الرجل هذا مازلت تحبه ولا ما تحبوش زين ما تكسرش راسك معايا برشا شكون اللي طلقني هو ولا استنى استنى هو غلط يا ولدي غلطت ولا ما غلطتش؟ غلطت استنى غلط غلط ندمت ندمت انت ما زلت تحبه ولا ما مازلتش؟ لا ما نتوش على الدار يا مدام واكتب لي زيد هو خلاني نكره علاش باع فعايله ما علاش تحكي على الدار وتحب ترجع؟ هي اذا كان هيك مثلا وما تحبوش اسمع هاك ترجع الدار تولي تحبه مش على مساله من الحب ما انت ترجع على خاطر انا حتى وقت اللي احنا ما عندناش شك في مثلا ناخذ على قصه حب ولا بالعشره يجي الحب من بعد فهمتني يا مدام هي عشره الحب عشره عمر عشره 13 عام هو باعها اني حتى في الجلسه الصلحيه هو غلط يا مدام في الجلسه الصلحيه اني نقول نرجع الراجل هو مدام يجي يقف بحذا يجي يقف بحذا يجي يقف بحذا اقف يا حسين اقف اخذ لي غاديك حسين اخر محاوله عندك انت احكي معاه ندخل من تحت الستار صح؟ ندخل من تحت الستار كل عنش ونصالحها والله كيفاش ترى؟ استنى خلينا نثبته معاه قد غادي يا قد غادي ما تحركش يا بنتي قلت له شنو هي الحل؟ قال لي ندخل من تحت الستار ونتصالح وزوز عائلات يتسامحوا في بعضهم هذا كان جي من المره الاولى هيك مدام استهدف بالله يا مدام هذاك هو علاش تحسب فيها فلوس يا مدام خاطر اني تذليت في وسطهم اكثر من اللازم يا حسين نعم هاي دز معايا دز يزينا عاد خلي زوز عائلات يتصالحوا ويزي يزي يا عزيزة يا غالي مش بديش على الدار يا مدام مش على الدار مش على الدار باهي المراه هو كي طلعوني كي تطلع تغضب شكون يجي يرجعها شكون اللي يردها؟ شكون اللي يردها؟ طبعا هو عام فيها وجاعة اسمعني يعني جيت انا جيت حشم حشم جي بعد ما جيت فيها قدام الناس جيت انا جيت قدام 12 مليون 12 مليون 12 مليون تونسي 12 مليون تونسي شوي عليك يا شروط هذيك هي شنو هي شروطك؟ كما قلت لك الدار تسمى حتى باسمه هو ما يسالش انا لا باسمه هو باهي هذي الدار باسمك يا والله نحاول مع الشايب نحاول لا مش تحاول ايه ولا لا نحاول معاه نحاول ايه ولا لا هو مش قاردني هو راه مش شنو مش قاردني هو مش بيعني هو مش باخذك مش باخذني مش باخذني مش باخذني مش باخذني مش بيعني هو باه فهمت اي يكتب لك باسمك ولا
قلت لك هو مش انا حسيتها بالكلمه ذي عندها فيك ثقه. قالت كيبوه يكتب له باسمه. حسيت هندا عندها فيك ثقه. خاطر كي يكتب لك باسمك تنجم تشطر انت وياه. صحيح ولا لا؟ نشطرها ما سارش. ايه عندك نشطرها. اي بوك يكتب لك ولا؟ ان شاء الله. ان شاء الله معنا. باهي قالت لك ما نرجع الا ما بوك يكتب لك. ها؟ ما ترجع الا ما بوك يكتب لك. ليه؟ ليه بنيت عمي ليه؟ عليه؟ يرجع يا مدام. مش يدوم فيها هو ولا هاني ولا انت ولا هاني ولا هاني. احتمال الموت اني قبله هو. ها؟ طب يلزمني اني نظم باهي اني تو كان ما لقيتش ام وبابا. اللي هو كي طلع نهار طلعني لقيت ام وبابا كان الجو ام وبابا ما يتلوح في الشارع زيد. لا 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 ما لوحاش ما لوحاش لوحني هو ما لوحاش ما لوحاش يا هند يا هند ما لوحاش يا هند. ايش بيه قلبك كسح لطف؟ ايش بيه مكسحتها؟ كي وسع بالك يا بنت من كثر ما تعدى عليا. اي عاد يا زي زي اي يا بنت اي يا زي زي عاد اي كلام عندي خاطر سمعت شبعت بالك لما ضايم ما لقيتش منه حتى فايده. هزي عاد شوف هند كلمتين خفاف نظاف باش نقولهم لك. الرجل هذا جاي شريك ماهوش بايع. واني شريته اذا كان ما خاطر انا وصلت تلوحت باهي بشويه يعني. خليني نتكلم فاهمك والذل اقول له اسمعني يا عاد اني كيفاش مع دارك دقيقه يا بنت خليني نتكلم يا هند. انا فاهمك وعاذرك ونعرف وين تحب توصل بالضبط ومن حقك هذا. اما توا هو جاي شاري هات نبداو ما دام جاي شاري هات نقبلوا الساعه وفي الاول وفي الاخر ما فماش بو باش يبغض ولده ولا ينكر في اولاده راه بوه مشكل بات قول شك ما تقولش هكا ما تقولش هكا. سؤالي لك يفتح هذا الستار نعم لا يا بنتي بشوي اسمعني خمم علاش الاجابه نتاعك اني معاش سيستماتيك معاش نعم ونعرف خاطر اني مذلوله حتى حد ما حاسس بي تبالك يتبدل اليوم. أني حاسس بيك أني حاسس بيك أني حاسس بيك وحتى ما تبكيش علاش تبكي أنت يا سي علاء. وحتى بابا قلت له دونا هي أنسى كان جي حاسس بيك علاش تحرموا في روحكم من بعضكم على أربع عيون دار هاكي ما تدخلهاش حتى طفلة خلفها هي خلفها هي مدام كل واحد يغلط يا مدام سامحته قداش من مره قلت معايا قداش من مره وسامحت ولزني يقول لي برأت بس ما سالش علاش ما تعاودش تسامحه اخر مره اخر مره كسر هذه ما كبر قلبه طلقني راه ها مش رجعك يحب يرجع هاني قلت لك حتى انت جرحتها زاده طلقتها زاده تستعرف غلط يا راني انا غلطت انا قلت لك غلطت انا قلت لك غلطت معاه بعد 15 يوم غلطت لي راه بعد 15 يوم بعثت لك الانش بعد 15 يوم يعني عشت 12 عام استعرف بغلطه انا غلطت استعرف بغلط شكون يضمن لي اللي نزلت فيه ثقه ما عدتش ما عدتش عاود يعرس بيك مره اخرى يا مدام كان عينه في نساره ومشى لوج راهو عرس وقال هيك انظر لي ما هو قال بنت معايا وتعبت معايا يعطيني خسارتي ويمشي خمر على روحه ويجيب صغار على روحه لا مش هذا سؤالي ليك لا 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 مدام مش هذا سؤالي ليك يا حسين يا رب هو لا مشكلته لا صغار لا فلوس هو لا مشكلته الصغار لا هو حاشته بك انت لا والله لا والله لا مشكلتي الصغار تي كان مشكلته صغار مش عارس بمرا اخرى مشكلتي صغار لو كان مشكلتي صغار انا مشيت عرست شوف انا المفروض راه قلت لي لا ما نحبش يا سي علاء سامحني مدام بسلام يا سي علاء شديت صحيح المره هذه يا سي علاء ونحب ناثر عليك شويه يا سي علاء على خاطر الراجل نيته طيبه ونيته صافيه يا سي علاء وي يا حسين لو كان عندي انه كان مشكلتي في الصغار راني عرست وراهي تو المراه حبله اما مش مشكلتي في الصغار مشكلتي فيها هي انا نحبها هي هيا نمشي نخليكم وحدكم تتصرفوا ولا كيفاش هيا عاد حل عاد حل لي حل عاد استنى انا استنى كلمة نجم تكلم بو تقول له عيني مغمضة يعني سمع له كان قال لكم مش صاد نتفقوا على البرانسيب صاع مدام نتفقوا على المبدا حلوا الستار حلوا حوار ما نجمش نحل اي نتعطيك نحنش من تحت الستاره مش نعدى حتى ثلاث اساليب هذه اني ما يا سي علاء اتصرف مش نحسب لحتى ثلاث اول مره مش خليك تتصرف يلا انا مش اقعد مدام ليه عادي قلت مدام يا بنتي اقعد تفضلي يا مدام لا مدام مش بك هكا اش فهم يا سي علاء وي مش نعدى حتى ثلاث عد ما يتحلش الستار مش تدخل تحت الستار مدام انا والله متفاجئ فيك هاي والله متفاجئ فيك واحد هما الكل كرهوني اني كرهت اثنين كلهم مش كان هو كلهم خاطر سيستمات وذين متفاجئ ثلاثة
يا مدام يا والله ما تزيد يا سعاد والله ما تزيد يا مدام يا مدام يا مدام اقعد مدام مدام عاد كبر بينا على الاقل اقعد باهي مش باش يقعد اقعد اش تعمل اش تعمل فيك حبها انا بنادري تقعد باهي اقعد مش باش يقعد هو اقعد اقعد يقعد. الكلام الفارغ هذا كله ما حاشتش بيه الكلام الفارغ هذا كله ما حاشتش بيه سامحني يا مخرج الله غالب ايجا منهم شنو العمل اللي عملته انت تو؟ وش دخل تحت الوحيد تو؟ شنو العمل اللي عملته؟ هذاك هو يا مدام اقعد تفضل اقعد انا 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 قاعد باهت في حاجه زيد غادي نقعد بحذاك انا ما يسالش أنا قاعد باهت في حاجة هذه حاجة تفرح رجل يحب امرأة مش يحب امرأة ها خاطر صيد تحكمت عليه الغرامة وضاقت به غرامة شنو وبوه سلم فيه بوه سلم فيه مرلولة قال له طلقها طلقها وإحنا ناخذوا لك وإحنا كيف جبدوا به لوحوه دارهم والله وهرة فيك أنا ما أنت تعرف تسلك اسمعني الرجل هذا تحبه وإلا لا جاوبني مدام باش ينتهي الموضوع نحب ننهيه تم كنت نحبه مدام هو لوحني فماش حد توا يحب يرجعك واستعرف بغلطه هي موافقه شروط هذيك شنو كان من ساره وخذا اخرى خذا امراه اخرى وجاب الصغار تقول لي بوه يكتب له البو ما كتب حتى واحد تحب يكتب لي هو طلعني كان طلعني تحب يكتب لي هو تحب يكتب لي هو خلي له شويه وقت كيفاش باش نعرفوا توا يكتب لي في دارنا حد يكتب له نتفقوا على البرانسيب هذا ايه ما نحلش الستار طلع توا هو غير ما يحل الستار طلع هو دخل تحته من هنا وجاء زيد ما مش موافقتي اني ها مش موافقتي اني واللي يحبك واللي يحبك وانت باش توافق شي شيلز هاني قلت لك واللي يحبك شي يعمل خاطر لوحوني قداش من مره راه يا ودي اللي يحبك شي مدام الاخرانيه فوتوا ما نحبكش تكون ماديه وتحب الفلوس مشني ماديه ومشني نحب الفلوس لا انت ظهرت قدام الناس سامحني نقولها لك في الكلمه ماديه مالوريزمون هذا اللي صار مالوريزمون هذا اللي فهموا اللي باش يفهموه الناس قولوا لي كلامي صحيح ولا غلط صحيح بها انا كي تعبت وتعبت وجهي قال لك نرجع لك نرجع لك وقت اللي نوب ربي نرجع لك وقتاش اللي نوب ربي شنو وقتاش نوب ربي ودي نوب ربي نرجع لك ها قال لك نرجع لك اكثر من هكا كي هو باش نتبعوا شنو هو كلام يا مدام لحظه عاد لا 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 تبعني تو انا راني فاهم بالفعل اسمعني اسمعني يمشي اني احنا تو ديجا قلت لك كيما قلت لك مطلقين انت لا مطلقين اخو باش اروح بيك تو اسمعني اسمعني اني ما عادش راجع يعطيني اللي خسرته اني وتعبي وشقاي ونعيش اني ولدي في الف بركه هو يمشي ياخذ مراه لروحه ويجيب الصغر اكهو سؤال اسمع اسمع بس على بلا مش نسالك سؤال مش نسالك سؤال والنهار الجمعه اللي فاتت كلمني بها نسمع في الوليد يبكي انت والله 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 انا وليد لحظه والله والله يا قلبي يبكي معاه الوليد نتعدى به في سنين ولدي يتعدى بحذاه وما يغزرلوش لا انا ما اتكلم حتى كلمه تريتو اني ولد تريتو ولا الوليد مش ترجع راجلك ولا ماكش باش ترجع لا سؤالي ليك الاخراني وينتهي الموضوع تعطي مجال لراجلك باش يحكي هو وابوه هاني قلت كيف لا 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 باش تتصالح مع راجلك والا لا امشي كمل لي انت تتصالح مع راجلك واحنا نتبعوا الحكايه نعم ام لا 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 شكرا لك مدام الى اللقاء تفضل مدام من هنا تفضل هيا ارجع انت مو غادي ارسل امس درس ارسل شنو هي الحكايه؟ شوف حسين احنا قمنا بالمحاوله المحاوله بقت بالفشل اي هذاك لا عملنا اللي علينا واضح